أخبار مغربية وعالمية، معلومات غريبة وعجيبة، تحفيز يومي، كل هذا تجدونه على قناة أخبار ومعلومات يومية. لا تبخلوا علينا بالضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة لتتوصلوا بجديد الأخبار والمعلومات والتحفيز. شكرا على المتابعة. عاجل، أول تعليق رسمي للسلطات المغربية حول قرار الجزائر للاستيلاء على أراضي فلاحين مغاربة. عقد عامل أقليم فقيق يومه الثلاثاء 16 مارس 2021 لقاء بعدد من مستغلي الأراضي الفلاحية المتواجدة بالمنطقة المسماة العرجة بحضور نائب أراضي الجماعة السلالية أولاد سليمان ومجموعة من أعضاء المجلس النيابي، خصص لتدابير التطورات المرتبطة بوضعية الأراضي الفلاحية المتواجدة بالجزء الواقعي شمال وادي العرجة على الحدود المغربية الجزائرية، وذلك على إثر اتخاذ السلطات الجزائرية لقرار مؤقت وظرفي يقضي بمنع ولوج هذه المنطقة ابتداء من تاريخ 18 مارس الجاري. وفي مستهل تدخله أشار عامل أقليم فكيك إلى أن هذا اللقاء يخصص لتدارس الحلول الممكنة للتخفيف من تداعيات القرار السالف الذكر على مستغلي هذه الأراضي الفلاحية، مؤكدا على أن السلطة الإقليمية وبالتنسيق وتشاور مستمرين مع الهيئات التمثيلية للجماعة السلالية ومستغلي الأراضي الفلاحية المعنية بقرار السلطات الجزائرية ستبقى منكبة على دراسة وإعداد صيغ تأخذ بعين الاعتبار كافة الاحتمالات الواردة. لا تبخلوا علينا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة لتتوصلوا بجديد الأخبار والمعلومات. شكرا على المتابعة.